دينا موسى، اهلا بيكي في دخول مفاجئ. يا اهلا. جاهزه؟ على حسب. ايه سر قصه الشعر دي؟ قصدك الحلقه بتاعتي؟ يعني تقدر تقول ان انا مبسوطه ومرتاحه لها اكتر، مبسوطه في شكلي وواثقه فيه اكتر كده، وانا مع انه كل حد فيما يخص شكله يلاقي الحاجه اللي بتريحه هو مش الناس. طب هل فعلا مضربه عن الجواز؟ لا مش مضربه، بس واخده وقت، يعني قرار مش سهل، يعني محتاجين نبقى بنفكر كويس. الموضوع مش سهل يا جماعه برضو، يعني اديك شايف يعني الدنيا مش سهله. حد يسيب الشاشه ويعمل فيديوهات على النت زي ما بيقولوا؟ بس مع ده طول الوقت، بس لقيت نفسي بحب صناعه المحتوى، فبمشي ورا الحاجه اللي انا بحبها اكتر دلوقتي. يعني وبتدخلي بقى في السوشيال ميديا خناقه الصيف ولا الشتاء، سمبوسك ولا سمبوسه؟ الفكره ان الخناقات دي موجوده كل سنه وما بتهداش، ومش فاهمه على ايه، صيف ولا شتاء. انا شايفه انه يعني ما يبقاش فيه فصول اربعه اصلا. سمبوسه ولا سمبوسك دي خناقه متجدده، يعني مش فاهمه هل الحياه كلها بقت تمام ففرقه معانا سمبوسه ولا سمبوسك؟ ما اعتقدش. ممكن تسيب الشغل في الميديا وتدخلي المطبخ وتستقري فيه؟ المطبخ ده هيوديني في داهيه. طبعا انا بحب الاكل ليل ونهار، ومشروع اللي جاي اكيد هبقى عندي مطعم، فمش هطلع من المطبخ. ضيف نفسك تحوريه؟ كان ممكن يعني ابقى راضيه عن مسيرتي، مش هبقى عايزه اعمل حاجه تانية في الصحافه لو كنت قابلت سعاد حسني. بالنسبه لي هي حد ما فيش اي شخص حتى قرب من حجم الموهبه او الالهام اللي هي قدمته. لما تيجي تشوف قصه حياتها طول الوقت انا بنبهر بتفاصيلها. اكتر حاجه بتخافي منها بجد؟ الموت طبعا، الفقد، ان انا افقد حد بحبه. طب هل بعض اللي يعرفوكي بيخافوا منك؟ لا لا، كل دي اشاعات مغرضه، ويا ريت تتكلم معاهم وتيجي تقول لي بعد ما تتكلم معاهم. ايه موضوع ركنه العربيه اللي دايما فيها مشكله؟ يعني تقدر تقول كده ان انا بكسل اركن وبكسل ادوس فرامل، فيعني بسيبها هي تختار طريقها بنفسها. دينا موسى، شكرا جزيلا. شكرا.